سيدنا محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نهنئكم ونهنئ أنفسنا بأننا نقف كتفا إلى كتف مع آباء الشهداء الذين دائما يتقدمون الفعاليات والاعتصامات، وهم دائما يكونوا في مقدمة هذه الثورة التي أنجبت قيادات جديدة. لقد كنا نعتقد أن بسقوط الشهيد الأول علي مشيمع وسقوط الشهيد الثاني والثالث أن تنتهي هذه الثورة بعد أن يتقهقر هؤلاء آباء الشهداء، ولكنهم كانوا هم من يعطون الدافع وهم من يتقدمون وهم من يعطون الأفق لكي نسير من خلفهم، ودائما هم أمامنا ونحن نسير خلفهم، فتحية إليهم. ومن ثم السلام عليكم يا من اخترتم الخيارات الصعبة. دائما من يختار الخيارات الصعبة هو يعتقد بأنه أقلية أو بأن هذا الخيار الصعب لا يتبناه الكثيرين. الكثيرين دائما يريدون الخيارات السهلة، وأنتم اخترتم الخيارات الصعبة، اخترتم الخيارات الأصعب، ولكن ليس مهما أن تختار، الأهم أن تثبت على الخيار، وليس مهما أن تقرر، الأهم أن تصمد وأن تثبت على هذا القرار. عندما اختار الناس الشعار شعار حق تقرير المصير، فإنهم كانوا يعون صعوبته ويعون خطورته ويعون أن هذا الخيار هو الخيار الأصعب. وعندما تختار الخيار الأصعب لست مهتما بأن تدافع عن هذا الخيار، لكن على الآخرين أن يحترموا خيارك، وهذا هو خيار الشعوب جميعا. وقد أجاد شباب 14 من فبراير باختياره هذا الشعار، وهو الشعار العالمي الذي يتفق عليه جميع شعوب العالم بأن لهم حقا بأن يختاروا وأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. نحن أمام مفصل تاريخي، والثورة البحرينية في منحى ليس منحى خطير، إنما هي في تقدم واضح ومتصاعد إلى تحقيق النصر إن شاء الله. ما حققته الثورة البحرينية لحد الآن هو بحد ذاته إنجاز. لا يوجد شخص يقول إن الثورة البحرينية تراوح مكانها، ولا يمكن لأي مسؤول سواء مسؤول حكومي أو في المعارضة يقول إن الثورة البحرينية لا تزال كما هي قبل عام ونصف. ما كان قبل 14 من فبراير انتهى، وما بعد 14 من فبراير هو الأفق. نحن تقدمنا خطوات إلى الأمام، أسقطنا هيبة هذا النظام، وأسقطنا هذا النظام داخل قلوبنا وداخل عقولنا، وهذا هو المهم. إن لم نستطع أن نغيره بأيدينا أو بألسننا فإننا لا نستطيع، أو فإننا يجب أن نتمسك أن يكون داخل قلوبنا، لا يتشرب ولا يتسرب إلينا يأس، بل ما حققناه هو خطوة في الطريق الصحيح. نحن الآن في الساحات موجودين، هذه الفعاليات برغم خطورتها برغم صعوبتها، ولكننا جميعا مصرون على أن تكون برغم الصعوبات وبرغم الضغوطات تكررون الخروج. إنجاز لكم، وتحديكم وثباتكم هو مهم. نحن لسنا وحدنا من في الساحة كالشعب البحريني، ونحن لا نقاوم ولا نقاتل خصما لوحده، نحن نقاتل خصما معه الولايات المتحدة ومعه بريطانيا ومعه السعودية ومعه جميع الإعلام العربي المضلل ومعه الإعلام الاستكباري والإمبريالي، ولكننا لا لسنا وحدنا، نحن معنا الله، وهذا هو بحد ذاته يكفي. لماذا إصرار الناس على المنامة؟ ولماذا هذا الحق في حق التظاهر في العاصمة المنامة، وهو أيضا تجذير لهذا الحق جميعا؟ الجميع مدعو للذهاب إلى المنامة وإلى أي منطقة يريدونها، ليست هنالك مناكفة، إنما هذا هو حق. عندما أدافع عن حقي هذه أولى المظاهر الحقيقية إلى المقاومة، ودافع عن حقي لا أتنازل عنه، بعد ذلك فليسموه ما شاءوا. نحن ذاهبون إن شاء الله إلى المنامة برغم التحديات، برغم التهديدات، برغم الاستدعاءات، الكثير من النشطاء تم استدعائهم،
ولكن هم مصرين على الوصول. عندما سألت أباء الشهداء هل ستكون هنا معنا غدا، فكانت إجاباتهم نعم سوف نكون متواجدين، سوف نكون متواجدين من ظهر يوم الجمعة، سوف نكون موجودين في أزقة المنامة لممارسة حقنا الطبيعي في المنامة. في النهاية نحن نشكر لكم حسن ضيافتكم، نشكر لكم هذا الصمود، هذا التحدي، أن تخرج قرى، القرى الصغيرة، وأن تتحدى وأن تقول كلمتها وأن ترفع شعاراتها، هو بحد ذاته هو التحدي الأصغر إلى التحدي الأكبر. هذه القرى نحن نشجع أن تخرج في هذه التجمعات، نحن نتشرف أن نتواجد في هذه الساحة وفي الساحات جميعا في ساحات البحرين. وفي كل مرة مع أباء الشهداء عندما نذهب إلى مناطق جديدة نتفاجأ بحسن تنظيمهم، بتنظيمهم الرائع، بخلاياهم التنظيمية. هذا بحد ذاته ينبئ عن مستقبل مشرق غير 14 من فبراير. وآخر دعوانا صامدون 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 الآن نقدم هدية متواضعة نهديها إلى جمعية أمل، نهديها إلى الأستاذ حسام الصباح.